وبينضم لنا في هذا اللقاء السريع مستر أندرو محسن. مساء الفل. مساء الفل. ازيك؟ انا ما صدقت لقيت حد اعرفه هنا في السينيو. انتوا ما بتجوش هنا خالص، دايما موجودين الناحيه الثانيه. يعني المشوار شويه، يعني ربع ساعه هنا في كان بتجازي بتفرق معاك بقى، بترحل لك الجدول كله، فاعتقد عشان كده ما حدش بيكسر بيجي. انت في طابور ما تعرفش هتطلع منه امتى والازمه بتاعته. وانت اكيد اخدت بالك ان هنا بيعشقوا الطوابير جدا جدا. في تقديس للطوابير في كل حاجه، بيعملوا اشكال هندسيه للطوابير. يعني احنا هنا في السينيوم لما يكون في الاي ماكس ساعات يعملوا طابور يمتد لغايه هناك. ايوه وساعات يطلعوه من الباب ده ويدخلوه من الباب ده. انا ما ببقاش عارف فين الاول من الاخر، لازم نقعد نسال. ايوه، ومش ده بتاع التذاكر ولا ده اللي من غير تذاكر؟ يعني كل حاجه ليها طابور لوحدها. بس تقعد تسال على اسم الفيلم. أيوة. ايه انت ليه؟ انت ما تعرفش انت واقف في اي فيلم. فانا مبسوط قوي ان جات الفرصه اتكلم معاك. انا اكتر. معلش قضيتس بقى، انت حاليا التايتل بتاعك ايه؟ انا حاليا مدير البرمجه في مهرجان الجونه السينمائي. لا، مهرجان الجونه السينمائي. مهرجان الجونه ست مهرجان القاهره. نقلت الناحيه الثانيه. اوكي، انا كنت فاكر يعني كنت باخد القضيت بتاعك في مهرجان القاهره. مظبوط. اوكي، طيب التايتل بتاعك في مهرجان الجونه السينمائي ليه علاقه بتواجدك المره دي، ولا انت جاي بصفتك ناقد محب الافلام فقط؟ لا لا لا، ليه اكيد يعني طبعا بشتغل في النقد وبكتب، بس لا، الاساس ان انا جاي عشان نشوف افلام للمهرجان ونحاول نشوف مهرجان افلام للمهرجان، حاجات ممكن تنزل في البروجرام بتاع مهرجان الجونه. بالظبط كده. اوكي، وزائد كمان عشان نقابل الشركات التوزيع ونشوف ايه الجديد اللي عندهم، ونبتدي نشو انترست في الحاجات اللي احنا مهتمين بيها او الحاجات اللي شفناها قبل كده مثلا في برلين او سندانس، ومحتاجين ان احنا نفاينلايز ديلز بتاعتها عشان تبقى موجوده معانا في الجونه. اشرح لنا الموضوع بقى باسهاب اكتر عشان نفهم الدنيا بتمشي ازاي بالظبط. عاده الماركت كان من المهرجات الاضخم طبعا، مش بس على مستوى الافلام لكن على مستوى الماركت كمان، ان انت تقريبا اغلب الشركات المهمه في صناعه الافلام، في توزيع الافلام، في السيلز، كل ده بيبقى موجود في كان، في الماركت بتاع كان. أوكي. فالجزء من المهم اللي احنا كلنا عارفينه هو مشاهده افلام، الجزء الثاني للبروجرامنج وللبرمجه بتاعه المهرجانات، ان انت بتقابل الشركات دي علشان تتفق معاها على الافلام دي، علشان تبين لهم ان انت مهتم بالفيلم، عشان تتابع افلام انت بعت لها انفيتيشنز قبل كده. فكان هو نقطه تقريبا التقاء بتحدد كل الخريطه بتاعه ميالي، حتى لو مش متفق على فيلم من كان، حاجه قبل او حتى حاجه بعد. مثلا انت بتبقى عارف ان الفيلم عندهم فيلم جديد هيبقى في فينيسيا، هيبقى في لوكارنو، فهو عشان كمان ميعاد المهرجان هو في نص السنه بالظبط، هو تقريبا بيحدد خريطه كل ما سبق وكل ما يليه. ودي جزء مهم جدا في كان بجانب الافلام الفظيعه اللي بتبقى موجوده طبعا. يعني بصرف بجانب الافلام اللي انت هتشوفها وهتعجبك وهتحاول توصل للديستريبيوترز بتوعهم او البرودكشن كومبانيز بتاعتهم عشان يتعرض جوه مهرجان الجونه، انت برضو بتشوفهم عندهم ايه في الكتالوج بتاعهم من خلال الماركت. مظبوط. برضو بغرض العرض في مهرجان الجونه بالتحديد. مظبوط. يعني طبعا انا بشتغل بجانب الجونه، بشتغل في اكتر من حاجه تانية كونسلتنت وكده، بس الاساس طبعا هو الجونه. وبالنسبه للشركات الكبيره فهو الجونه كمان كاسم من ساعة ما طلع، يعني مش عشان انا بشتغل فيه، بس هو من ساعة ما طلع وهو من المهرجانات اللي مهمة جدا بالنسبة للمنطقة بتاعتنا. يعني لما بنتكلموا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيبقى عندهم كام مهرجان بالاسم منهم الجونة، فدايما بيبقى فيه اهتمام بسرعة عرض الأفلام الجديدة على المهرجان. وده انطباع موجود عندي عن مهرجان الجونة، معرفش انت تصححني فيه ولا لا، ان مهرجان الجونة عامل زي ما يكون الملخص بتاع السنة على مستوى الأفلام الهامة في المشهد بتاع المهرجانات، انك هتلاقي بعض الافلام من اهم الافلام اللي اتعرضت في كان، من اهم الافلام اللي اتعرضت في برلين، من اهم الافلام اللي اتعرضت في فينيس، هو دوت في الاخر بيبقى الاغلبيه بتاعت الكتالوج بتاع الجونه، صح؟ متفق جدا. ده تقريبا الشكل الرئيسي بتاع الجونه. يمكن مثلا في القاهره كان بيبقى عندك مساحه اكتر لاكتشاف اعمال مخرجين شباب، اعمال جديده. الجونه انا اعتقد انه الاهتمام الاكبر بعرض اهم الافلام خلال السنه، حتى لو في حاجات جديده بس تبقى حاجات عليها ضوء. والسنه دي بنحاول شويه كمان ندي مساحه لاعمال اولى وثانيه لمخرجين جداد، بس لسه ده بنكتشفه يعني. اوكي، طب ينفع تغششنا لغايه دلوقتي؟ مش عايزك تقول لي تايتلز بالتحديد الا لو ينفع. بس يتهيألي السهل تقول لنا الدنيا موفقه حتى الان ولا لا، بالمقارنه مع المحاولات الاخرى او المرات الاخرى اللي كنت فيها. لا، اقول لك دي حاجه كويسه. يعني حتى الان الدنيا موفقه فيما يخص مثلا الافلام اللي احنا كان عليها العين من الربع الاولاني من برلين وساندانس. يعني سواء وثائقي او روائي الاثنين موفقين فيه الى حد كبير جدا.
بالنسبه لكان طبعا ما تقدرش تتاكد على اي فيلم من مهرجان كان ان هو معاك غير بعدها بشهر مثلا او حاجه، لانه دي حاجات ما بتخلصش في ساعتها يعني. ابدا، لانه طبعا بيبقى عليها، لانه اولا الشركات نفسها بتبقى احيانا كتيره بتدور على موزعين في المنطقه، واحيانا تانية او مش احيانا اغلب الوقت الافلام الكبيره، فيلم السعفه، فيلم اللي واخد جائزه انسا تاني جارد، كل الحاجات دي بيبقى كل الناس عايزاها. فبيبقى فيه بقى كل حاجه، كل احيانا اللي بيحدد هيدوا اي مهرجان او لا، ميعاد توزيعه مثلا لو الفيلم ده هيتعرض تجاري قبل مهرجان معين، فبيبقى خلاص انه بيشوفوا ايه المهرجان اللي يتناسب ان هم يعرضوه الاول في المهرجان وبعد كده يتعمل له ريليز تجاري، او حاجه ليها علاقه بانه الفيلم انسب للمهرجان ده او غيره او كده يعني. فبيبقى فيه حاجات كتيره بيتم دراستها من الشركات علشان يشوفوا هيدوا الفيلم ده لاني مهرجان. بس طبعا احنا بنتارجت كل الافلام الكويسه يعني، احنا كنا لسه بنتكلم على الافلام الكويسه اللي حتى الان شفناها في المهرجان، واعتقد انه يعني في كام تايتل احنا عنا عليهم يعني. تقدرش لسه تقول صعب بس ده يعني، بس لا ممكن اقول لك ايه الافلام اللي عجبتني بشكل عام اللي احنا حابين تكون معانا يعني، بصرف النظر عما اذا كنت تارجتها للمهرجان. طبعا يعني مثلا احنا كنا بنتكلم على ذا سبستانس، انا شايف ان ده من الافلام المميزه جدا، ومش بعيد يكون ده فيلم السعفه بشكل ما، لانه واو اعتقد يمكن مش ممكن يصدمني لان انا فوتته. مش عارف التوجه هيبقى عامل ازاي، بس هو ده فيلم اقرب للشكل التجاري رغم ان هو مازال محافظ على الجوده الفنيه، او ان هو فيلم فني في نفس الوقت. كل الموضوعات اللي بيناقشها بشكل ذكي جدا وجديد قوي، واعتقد وفي اسامي ممثلين معروفين جدا في الفيلم، فهو فيلم فيه ميكس نادرا ما بيكون موجود بالقوه دي، فاعتقد انه ده هيبقى من الافلام اللي بتنافس بقوه، وخاصه ان احنا كمان لغايه دلوقتي ما شفناش الفيلم اللي هو زي ما كنت بقول لك كده اللي هنخرج منه نقول ان ده هو فيلم السنه. صح، فاعتقد ان ده الاقرب. لكن بشكل عام بجانب الفيلم، فيلم ذا سابستانس، انا اعتقد كمان ايميليا بيريز، جاك اودياغ، انا اعتقد انه فيلم جميل جدا. انا بحب الميوزيكلز، وبحب الميوزيكلز اللي فيها فكره مختلفه يعني. انا بعشق فيلم سويني تودز، فده من الافلام هنا ان انت بتتفرج على فيلم ميوزيكال عن تاجر مخدرات، وبعد كده العمليه اللي بيعملها وكل التغيرات اللي بتمر بالفكره دي، كل ده كان بالنسبه لي جذاب جدا، وكنت قاعد مشدود للي بيحصل. دول تقريبا من ابرز فيلمين انا اعتقد شفتهم في المسابقه لغايه دلوقتي. واحنا كنا بنشوف دلوقتي انورا برضو، انا بحب فيلم، بحب شيان بيكر جدا، وحبيت فيلمينه الاخرانيين. انا شفت في ذا فلوريدا بروجكت، بس انا بالنسبه لي ده طبعا فلوريدا بروجكت حتى احلى من ده بكتير يعني. انا بحب فلوريدا بروجكت جدا لانه كان بالنسبه لي فيلم فريش جدا، مؤثر قوي، تمثيل ما حصلش من كل الناس رغم انهم مش مختلفين. انا عبثي لحد كبير جدا جدا، ولكن برضه في التاتش بتاعه اللي هو بيتكلم على الناس المهمشه. صحيح. فهو مخرج عنده حساسيه رهيبه جدا في تناول الحاجات، المواضيع اللي في امريكا، واعتقد ان هو برضه على الاقل يعني انا ميال جدا ان هم يدوها احسن ممثله، رغم ان في ممثلات كتير السنه دي اقوياء، بس انا احب جدا ان هبقى مبسوط لو ادوا له بطل. مش هيدوها للممثله بتاعت ايميليا بيريز لاغراض انت فاهمها؟ مش عارف. ممثله ايميليا بيريز كمان قويه. هو معلش عشان انا انت عارف خبرتي في كان مش قويه، بيدوا ممثل وممثله ولا بيدوا؟ لا بيدوا ممثل وممثله. أوكي. بيدوا ممثل وممثله. فاعتقد انه ممكن، لا صعب ايميليا بيريز يعني من المرشحين بالنسبه لي للممثلات، بطله انورا وبطله ذا جيرل وذ ذا نيدل. شفتوش برضه في الاول اتعرض في بدايه المهرجان خالص قبل ما يجي. ده فيلم اعتقد ان هو برضه قوي في على مستوى التمثيل. وكان مين تاني يا ربي، كان في فيلم وايلد دايموند، ده برضه كان في البدايه خالص، اعتقد ممكن ما تكونش لحقته. فان شاء الله تكون انورا عشان تبقى على الاقل شفت. لا نفسي الحاجات اللي بقطع اقول يا جماعه شفت الفيلم ده وقلت عليه معلش كما تنبأنا. طيب انت بالنسبه زي ما انت قلت لي برضه قبل ما نبتدي نصور، دي تالت مره ليك في مهرجان كان. المرتين اللي فاتوا هم اللي فاتت واللي قبلها ولا؟ اوكي. طيب ما تقارن لنا دي بالنسبه للمرتين اللي فاتوا. على مستوى الافلام انا اعتقد الاثنين اللي فاتوا كانوا اقوى بشكل ملحوظ. بس يمكن اليومين الفاضلين تلاقي فيهم افلام احسن تظبط لك الكفه ما تقلقش.
بس لا انت كان عندك السنه اللي فاتت كان في اسامي زي كوريدا المخرج الياباني المعروف، كان عنده افلام، كان في تريانجل اوف سادنس من سنتين اللي خد السعفه الذهبيه، السنه اللي فاتت اناتومي اوف فول اللي خد السعفه الذهبيه برده كان فيلم مميز جدا. الفيلم اللي خد جائزه انسر تاني ريجارد السنه اللي فاتت اسمه هاو تو هاف سكس، من الافلام المهمه جدا وكان فيها تناول مختلف لفكره المراهقين والبلوغ والرغبه في الممارسه الجنسيه، كان يعني فيلم اعتقد ان هو مهم. فعندك كان فيلم سكورسيزي بيتعرض على هامش المسابقه السنه اللي فاتت، سوري خارج المسابقه عفوا، فانت كان عندك كميه اسامي كبيره وعامله افلام كويسه مش مجرد بس اسامي كبيره. احنا السنه دي الاسامي الكبيره بما فيها مثلا كوبولا، معرفش لحقت تشوف الفيلم ولا، كان محبط الى حد كبير. انا مش قادر اقول عليه محبط، انا مبسوط يعني، انبهرت بالاشكال التعبيريه اللي حلو. هو عملها داخل الفيلم حلو. لا بقول لك حلو، انا يعني عايز اسمع الافكار اللي هو عمل. يعني اولا هو يعتبر فيلم غريب شويتين، انا عشان كده قلت لهم هو في تصنيف لوحده شويه، لان هو مشروع مستقل ببادجت بلاك باستر. صح. وطبعا هو واخد حريته فيه تماما، ودي مش دايما بتبقى خبر كويس، وده اللي اكتشفناه من خلال هذا الفيلم. صح. فالاشكال التعبيريه اللي قدمها بما فيها الانترميشن المجنونه اللي حصلت بتاعت لما في واحد كلمه من ما اعرفش هيعمل ايه لو الكلام ده اتعرض تياترك ليه، ما افتكرش هيحصل، مش فاهم هيعمل فيها ايه ديت. عجبني ان هو ما خجلش من ان هو يستخدم المؤثرات الرقميه بكثافه كبيره جدا، عشان دايما استخدام المؤثرات الرقميه مش مرتبط بالمخرجين الفنيين. لا هو خد راحته في هذا الموضوع، زي ما يكون بيقول المنتج الاهم هو اللي هيطلع على الشاشه، وهو من خلاله قدم لوحات وقدم حاجات حلوه. بس طبعا احنا على مستوى القصه، والفيلم فيه قصه، ده شيء كويس، بس هي قصه من اعبط ما يمكن يعني، في اغلب تفاصيلها ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي تويستس، اي كيرف بولز، اي حاجه من الدنيا. وعلى مستوى الرساله والفلسفه حاسس ان هو شعري بزياده. ممكن ممكن شعري وممكن مباشر كمان في حته، يعني في حته ان انت تحس ان هو بيقول ده، ويمكن ده اللي خلاني اقول محبط، لانه ده مخرج احنا اتعودنا ان هو بيقول اكتر بكتير من غير ما يتكلم. صح. فده اللي خلاني احس فعشان كده كنت بقول لك، يعني هرجع لنقطه انه الافلام اللي كان الواحد مستنيها لمخرجين كبار ما كانتش بقدر المستوى، وبالتالي كان الاجمالي حتى على مستوى، مش بتكلم بس على المسابقه، يعني المسابقه دايما هي الابرز في كان، بس حتى على مستوى البرامج او المسابقات الموازيه اعتقد انه برده مش بنفس القوه، ان كان في مفاجات لطيفه. يعني انا حبيت الفيلم الصومالي مثلا اللي بيشارك فيه انسر تانجارد، ده اول مره الصومال تشارك في زامبيا. ده برضو انا مش عارف اول مره زامبيا ولا لا، بس فور شور حتى تيري فريمو لما طلع قدم الفيلم قال ان دي اول مره الصومال تشارك، والنهارده كان في نوره اول مره السعوديه تشارك في المهرجان كان. ف يعني كان في تجارب شويه جديده وفيها طموح، واعتقد ان الناس دي هتبقى موجوده بعد كده، بالذات مهراوي مخرج الفيلم الصومالي يعني. اوكي. بس انت على يعني على مستوى الترتيب، المهرجان السنه دي حتى الان على الاقل يعتبر الثالث ما بين الثلاث. مظبوط جدا. تمام. اجندتك المهرجاناتيه هذا العام فيها ايه تاني؟ لاول مره هروح مهرجان ترانسلفانيا في رومانيا. اوكي. بلد دراكولا وده مخليني متحمس جدا اكتر من الافلام. رحت رومانيا بس كانت مدينه صغيره اسمها تيمشوارا، ما افتكرش حد يعرف عنها، انا اصلا ما كنتش عارف عنها غير لما بعتوا لي التذكره. الاسم ده هفتكره، حارس المرمى مثلا هو ينفع اسم فعلا حاجه زي كده. بس رايح استكشف بقى من خلال المهرجان، عاده ده مهرجان اكتر بيركز على السينما بتاعت رومانيا بجانب افلام من شرق اوروبا، فانا بحب قوي السينما بتاعت شرق اوروبا، دايما بيطلع فيها حاجات مميزه جدا. وشويه عندهم حاجات شبهنا من حيث طريقه العيشه، من حيث المستويات الاجتماعيه، من حيث حاجات كتير بتحس ان هم متشابهين معانا، فبحب قوي اتفرج على السينما بتاعتهم. وبعد كده كان ليهم فيلم اعتقد هو اللي كسب برلين في سنه الكورونا. اوكي. فيلم المجنونه فاكره اللي كان في النص كله ديفينيشنز واللي بتاع المدرسه، اخراج رادو جود. ايوه. ده لوني معرفش ايه، لوني بورن اور باد لاك بانجنج، باد لاك بانجنج اور لوني بورن. فيلم عبقري. فيلم عبقري، هو مخرج عبقري ومجنون فعلا، هو حتى فيلمه السنه اللي فاتت كان عنده فيلم في لوكارنو وكان من احلى الافلام،
ودايما عنده الحاجات اللي هي ما تتوقعش، ودايما بيطلع من فكره بسيطه جدا، يعني زي الفيلم ده هو فكره بسيطه جدا بتاع لوني كورنر، مدرسه مع جوزها والدنيا اتقلبت عليها. ولو اتكلمنا تاني على فكره الشبه، هو كان شبهنا يعني، بغض النظر جدا ان هم في المشهد الاخير بتاع محاكمه المدرسه عامل زي الحاجات اللي بتتعمل عندنا الاوبن دايز بتاعت ايوه وهتفسد اخلاقنا وكده، رغم ان هي بتعمل ده مع جوزها يعني. فدايما هو مخرج عبثي جدا، بس بحس دايما ان المواضيع دي احنا قوي فعلا الافلام دي. فمتحمس لده. وبعد كده اعتقد هبقى في فينيس طبعا. رحت فينيس قبل كده؟ رحت فينيس قبل كده برضه السنتين اللي فاتوا. انا بحب فينيس جدا يعني، فينيس كمان لانه بيبقى قريب من موسم الجوائز، فبيبقى فيه الافلام اللي هي بتتعمل لها ريليس علشان بعد كده تروح تورونتو، وبعد كده يعني تنزل في جدا جدا. هو اهدى من هنا كمان، القاعات اقرب من بعض. بيبقى فيه افلام اكتر من هوليوود اللي هي بعد كده بتلاقيها في الاوسكارز وكده. بيبقى فيه، انا يعني سامع كذا فيلم، انا عارف احتمال كبير يكونوا موجودين هناك، اعتقد بنسبه كبيره كمان ان جوكر الجزء الثاني ممكن زي ما الاولاني كان هناك وخد الاسد الذهبي، ممكن الثاني كده يكون هناك. فانا بحب المهرجان ده، فيلم مهرجان لذيذ جدا، بالاضافه طبعا للاكل الايطالي يعني، ودي حاجه. انا رحت ايطاليا مره واحده بس عشان اتفرج على ماتش الميلان، أوكي. بصراحه ما انبسطتش بيه بجد. قعدت قد ايه؟ طيب قعدت حبه حلوين، قعدت دي 6 ايام ولا حاجه. اوكي. تجارب الاكل بتاعتي ما كانتش محظوظه خالص. انا السنه اللي فاتت رحت تورينو، كنت لجنه تحكيم في تورينو فيلم لاب اللي هو اهم ورشه تطوير افلام تقريبا في العالم يعني، في اوروبا وفي العالم يعني. وقعدت 3 4 ايام، رجعت زي 3.5 كيلو تقريبا. وكان يعني بس مش قادر اقاوم يعني، فعلا فكره الاكل اللي هو اي حاجه، اي حد بيعزم عليك باي حاجه هتطلع حلوه، هتطلع كويسه يعني. لا يعني لو حصل لي نصيب ورحت يبقى انت لازم تتبناني. لازم لازم ان شاء الله. اندرو الف شكر لك على هذا اللقاء. انا اللي ميرسي جدا انك خصصت شويه وقت، وميرسي جدا انك جيت السينيوم هذا الصح العظيم اللي الناس بتستقل بيه جدا. انا هعمل له دعايه السنه الجايه عشان تعالوا شوفوا افلام هنا اكتر جدا. وان شاء الله باذن الله التقي بك اكتر سنة. اكيد حبيبي، ميرسي يا صديقي.